معنى ان كنتم مؤمنين يعني ايه؟ امنتم بالاله الحكيم الذي لا يامر الا بما فيه مصلحتك، فامتنع عندي لان فيها المصلحه، خدي لان فيها الايه؟ لان فيها المصلحه. يبقى اذا اقبلت على اي شيء فاقبل عليه باسم ايه؟ وقلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له اسماء علمها لنا، انزلها في كتابه، واسماء علمها احدا من خلق، واسماء استاثر بها في علم الغيب ايه؟ في علم الغيب عمل. الاسماء دي هي صفات الكمال لله، بس لانها صفات الكمال الكامله التي لا توجد في غير بقى زي ما تكون اسم مش صفه، ولذلك تقول فلان غني، مش صح تقول كده، ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله، مفهوم؟ فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوه تشيل مثلا حاجه، كان يجب تقول باسم القوي، عشان انت بتطلب معونه الصفه، مددك من الصفه. طيب بتقبل على شيء في علم باسم العليم، بشيء عايز حكمه ودقه تقول باسم الايه؟ باسم الحكيم. بشيء عايز مثلا قبض باسم القابل. بشيء عايز بسط تقول باسم ايه؟ طب في افعال كتير تعود صفات متعددة. هل تعود تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل؟ طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال تقول باسم الله. تقول باسم الله بتنتهي الايه؟ بتنتهي المسألة. العلماء بقى لما يكشف المسألة يقول لك ايه؟ يا اخي الحق سبحانه وتعالى قال في اول سورة المائدة ايه؟ حرمت عليكم الميتة الى اخره. وهنا بيقول الا ما في ايه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعض العلماء سهل وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سورة الايه؟ المائدة. حرمت عليكم الميتة وتدعون. فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا، ده سورة المائدة مدنية، ومعنى مدنية يعني بعض السور الايه؟ ودي سورة مكية. أيقول في السورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في السور المدنية؟ طب ده دي جت بعدين. أما اللي بقى ربنا ادانه النور بصيرة قال لك لا، ده هو لا يعني فصل عليكم أي في سورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض، ده يعني ما جاء في سورة الأنعام أيضا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، أي فصل عليكم في هذه الأمور. ويبقى الإشكال انتهى ولا لا؟ يبقى الإشكال انتهى. وأيضا بقول لك أنت لما تاكل حاجة ما ذكرش على اسم الله، احنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش إشكالات، إنما واحد خلى الذكر القول. يقول يا أخي اقرأ آية ايه؟ اقرأ الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي ايه؟ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ايه؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده؟ فإنه ايه؟ رجس. وبعدين قال أو فسقا، بعد ما خلص ذكرها ايه؟ قال ايه؟ او فسقا. ولا جابش او فسقا الا في قوله اهل لغير الله به. يبقى الفسق اللي احنا ممنوعين عنه اذا ذكر عليه غير اسم الله. اذا ذكر عليه ايه؟ غير اسم الله. اتفهم كويس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني قرنوا ولا حصول الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم، ده في اشياء كتيرة محرمة ومش موجودة في الايات دي. يقول له هو القرآن بس هو المنهج، ده القرآن والسنة
فاللي يجيب السنة داخل في إطار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت. يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار ان الاضطرار هو امر ملجئ الى شيء غير الاسباب الكونية المشروعة. هذا مضطر. معنى مضطر يعني ايه؟ يعني شيء فقد ايه؟ اسباب المشروعة. كذلك الذي يريد ان يأكل ليستبقي الحياة. بقى الاكل جاي لاستبقاء الايه؟ الحياة. فاذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه ايه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. مدام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة. بالقدر الذي طبعه وان ما كلش حيموت. نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة. ما تشبعش يعني. ولذلك ايه؟ فمن اضطر في مخمصة. مخمصة مجاعة ايه؟ غير متجارف الاسم. او فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى باغ ولا عاد. يقول له انت مش بتحافظ على حياتك. خذ بقدر ما يمسكوا الحياة. ما تاخدهاش شبع بقى وتقعد تفكر. حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها. بس خذ ما يدفع لك الايه. يبقى ده اسمه ايه؟ زوال الايه؟ زوال الاضطرار. اذا الاضطرار هو شيء فوق الاسباب. فوق الاسباب المشروعة للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الرخصة في أنه يتناول ما حرمه إذا كان إيه؟ إذا كان مضطر. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى؟ اللي قالوا أما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم إذا فقتلكم أولى من قتل الله. هذه صيغة الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. معنى الضلال بالهوى أن تكون عالما للقضية ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضية. مش ان ما يكونش عندك علم المسألة وبعد ذلك يقول له لا. ولذلك قبل حتى اللي تحل لي برضو الاشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقدية. يقولون الله يقول انت بتقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة. طب ساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا ما بينطقش عن الهوى. لأن النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة إلا أن هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد البشري. ورسول الله يقول باجتهاد إيه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن هوى. يبقى النطق عن الهوى يكون إيه؟ قضية الحق معلومة للقاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة. إنما يعمل إيه؟ يميل تبع هواه. انما قاضي الادلة ما اتضحتش بذهنه وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه. يقول لا غبار عليه في ان يقول بدليل ان حتى القضاء البشري او التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم.
ومعنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجة طعن في القاضي في اول درجة؟ لا ابدا. يجوز ان هو فيه الفهم، القاضي الثاني فيه ايه؟ فهم اخر. والله يعرض لنا القضية دي في مسألة سيدنا سليمان وابوه داود، وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ايه القضية؟ الراجل عنده مشية فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلته، فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كان الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشيه ليه. مفهوم الكلام؟ يبقى بيخذ مقوم حياتك وهو ايه؟ الزرع. خذ مقوم حياته وهو ايه؟ وهي الماشيه. سيدنا سليمان قال لا، احنا ناخد ندي لصاحب الزرع الماشيه يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بايه وبصبها ومش عارف ايه، ونقول للدكتور روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده، نقول له سلم الغنم وخد الزرع بتاعك. ام ربنا قال في دي ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا، يعني سليمان وابوه اتينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بالايه؟ ضد القاضي. لا يقول فهم في الامور تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه؟ الاول. وكل امر لم ينزل الله فيه حكم ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه. وبعد ذلك ان كان حق يقره الله، وان كان غير يعمل ايه؟ يعدله. تعديل الله لرسوله يبقى فيه غضاضه اذا كان الذي يعدل رسول الله من ارسل رسول الله، يبقى دي فيها غضاضه. الغضاضه ان يعدل مساوي، انما يعدل اعلى ما يبقاش فيها غضاضه ولا اي حاجه. واللي بيقول لنا ان الحكم تعدل مين؟ هل واحد تاني جالنا كده قال اسمعوا الله عدل لسيدنا محمد الحكم؟ ده هو اللي قال. مين اللي قال؟ ده يدل ايضا على امانة بلاغه عن ربه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى يبقى معناه ان الرأي بتاعه لم يكن فيه حكم لله، وانما قاله بالاجتهاد، والاجتهاد ان اقره الله يمشي الحكم، عدله يعدله. وفي اشياء كثيرة يقر الله ما ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقر الله ما ايه؟ ما ذهب اليه رسول الله، او يصور كلام الرسول بس يجعل الفوقية في الكلام لله. مسألة سيدنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله؟ وبعد ذلك اهله عرفوا مكانه لانه كان مخطوفا، فلما عرفوا جم عشان ياخذوا ابنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخيره يروح وياكم يفضل وياكم. فسيدنا زيد قال ايه؟ ما كنت لاختار على رسول الله احدا. طب اذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله بان يفضلوا على ابوه؟ قال اذا ده يبقى زيد ابن محمد. زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد ان ينسخ حكايه التبني دي، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد. فاراد الله ان ينسخ حكايه التبني، فيقول ايه؟ شوف الاباء بقى، ادعوهم لابائهم، يعني بعد كان اسمه زيد ابن محمد، لا قول زيد ابن مين؟ ابن حارثه. يبقى اتشالت منه كلمه محمد وراح جاله ابوه الاصل. بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل؟ بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثه ثاني؟ بيعتبرها نكسه. يبقى الله سبحانه وتعالى برضه ينفذ التصويب، ولكن يرضي الاثنين، يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارثة. اما ارضاؤه لزيد
فقال لي انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد ابن حارثة بعد ما كنت زيد ابن محمد؟ طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ يتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها وطر جاب اسم كده في القرآن. تعرف احسن من كده بقى؟ يبقى دي احسن من زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. طب الرسول ايه يعني؟ ام قال لك شوف بقى رضاه قال ايه؟ قال ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. اقسط عنده واقسط افعل تفضيل كأن ما فعله رسول الله قسط بشري عدل بشري، بس اللي عمله ربنا احسن. طب وما يكون اللي عمله ربنا احسن يبقى في حد يزعل من دي؟ واقسط مش عند البشر، اقسط عند مين؟ عند الله. يبقى راضى الرسول وراضى مين؟ وان كثيرا ليدلون ليدلون بايه؟ اذا فيه ضلال بغير هوى، فيه ضلال بغير ايه؟ ضلال انك انت ما توصلش للحقيقه، انما بهوى ولا بغير هوى؟ ضلال من بهوى يبقى عندك الحقيقه وعارف ضربها ولكنك تعدل عنها، والضلال الثاني ما عندوش معرفه بالحقيقه. اهدي اهدي ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فايه؟ فهدى. وان كثيرا ليضلونه باهوائهم. يبقى ساعه ما تشوف متعلق جاي بقى بيضلل تقول له كان هناك ضلال بغير، وده مش مذموم. ما تعرفش وجه القضيه وحكمها ايه؟ انت ماشي كده وبعد ذلك تهت في صحابة اللي رحتك هنا او التاني، انما لما يكون في طريق معبد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف ايه وبعدين سبته وبعدين تنك او احت ورحت في حته تانية، يبقى ظلت باهواك ولا لا؟ انما دوك ظل بغير ايه؟ واهواك. ودي تحل من الاشكالات كتيرة ايضا. وان كثيرا ليضلون باهوائهم. يضلون ولا يضلون؟ ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ظل هو في ذاته؟ يبقى يضل معناه انه خد ذنب الاثنين. لو قال لا يضلون يبقى ذنب من مرتبة واحدة، ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على دي، بل اضل مين؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع، ولذلك يقول لك واوزارا مع اوزارهم، مع ان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. اقول له لا يا حبيبي، بديا وزر الضلال وهذا وزر الاضلال، بيضل غير. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. حتى ما عندهمش قضيه علميه حد قالها ولا حاجه، لا ده مش قضيه علميه خالص. ان ربك هو اعلم بالمعتدين. هو اعلم بالمعتدين افتح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي. فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين، ولكن إن علموا فالله إيه؟ فالله أعلم. وإن ربك هو أعلم بالإيه؟ بالمعتدي. وذروا ظاهر الإسم وباطنه. تقنينات السماء بتحمل المجتمع من بعضه في مجالين اثنين. المجال في ان لا تقع عين احد على مخالفة من احد، ومدام تقع عينك على مخالفة من الغير تبقى المخالفة مما يدرك ولا مش مما لا يدرك؟ يبقى مما يدرك. لكن مش هي دي كل فساد المجتمع. فساد المجتمع بيجي من اشياء كثيرة لا ايه؟ لا تقع تحت دائرة الادراكات. كل التبييتات لا تقع تحت دائرة الادراك. وهناك اشياء تكون في منابع النفس البشرية اللي بيظهر عنها عوامل النزوع.
يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى هيوجد اسم ايه؟ اسم باطن. يبقى الاسم الباطن ايه؟ سابق على الاسم ايه؟ التقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الاسم، ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن الاسم. فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم، فإياكم ان تفعلوا بباطن الاسم. مش بس يكفي انك انت تحمي نفسك من ان يراك القانون، ولذلك القانون وضع خطاره ما يعمل ايه؟ انه يمنع الناس من ان يتظاهروا بالجريمه. انما ان عملوها دسا ابدا. يبقى اذا الفرق بين تشريع السماء وتشريع الارض ان تشريع الارض يحمي الناس من ظاهر الاسم. ادي واحد. ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الاسم وايه؟ وباطن الاسم. وباطن الاسم هو اعنف انواع الاسم في الارض. احنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطن الاسم كم مدة، على ما وجد ناس اذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا القضية ويعملوا ويطلعوا دي ويطلعوا دي. كنا عايشين احنا في فساد باطن الاسم ولا لا؟ في فساد باطن الاسم. وضعوا ظاهر الاسم وباطنه. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون ما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون. كلمة كسب واكتسب، كسب زي احنا بنقول ده فعل ثلاثي يعني، اكتسب يعني افتعل. لما ينظر الى ظاهر العبارات نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليه؟ قال لك لان ما دام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاسم، ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه؟ مش في الاسم بقى، في الخير. قال لك ايوه، لان الافتعال يدل على مراقبة ملكات متعددة عشان تستطيع انك تفعل الاسم. يبقى لازم فيه افتعال ولا مفيش فيه افتعال؟ احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امرأته، ينزل إليها النظرة العادية بكل استواء ملكاته. طب وإن نظر إلى غير محرمه وحب ينظر بقى، ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ألف ملكة؟ هو فلان هيشوفني؟ هي مش عارف هياخد باله؟ هي مش عارف هتزعل؟ هي ما تزعلش، تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش؟ ألف ملكة بإيه؟ يبقى لازم فيها افتعال وتكلف. لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبظهور وبيشوف. يبقى لك دي اكتساب وده ايه؟ كسب. ولكن بعض اهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليهم، يبقى زي ما يكون كسب بقى ما فيش فيه ايه؟ افتعال. يعني عاد بيعملها ايه؟ اللي احنا بنقول عليه فائد، عاد بيعملها من غير ايه؟ من غير افتعال. فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرن عليه ووظب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف. والى لقاء اخر ان شاء الله.